لا يكون عدول الألغاز عشان أصيح. معليش أنا ابعد عني، جعل كل الشلال. أوه ماي جاد، بموت بموت بموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي إكس أو. اليوم إن شاء الله راح أكمل وقفت عنده في الحلقة الأولى من لعبة بندي أند آينك ماشين، أتوقع كذا اسمه، اللي هو الحبر أو آلة الحبر. الزبدة أمس في الحلقة الأولى لعبنا زي الألغاز وحطينا كتاب ومفك براغي وبعض الأشياء، يعني اللي شاف الحلقة بيعرفون يعني إيش أقصد، فاللي ما شاف الحلقة الأولى يشوفها بعدين، يشوف الحلقة هذه عشان لا يحرق على نفسه إذا هو أول مرة يشوف اللعبة. وغير كذا شفت أنكم مرة متحمسين في الكومنتات وتبوني أكملها، فقررت إن شاء الله بإذن الله أني أختمها في القناة. فقبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير للمقطع، وجيبوا أي شيء تاكلونه عشان تستمتعون معاي باللعبة، ويلا بنا نبدأ. طبعا في الحلقة الأولى لما حليت اللغز حق اللي هو حق الأشياء اللي نجمعها، الكتاب ومفك البراغي وأداة الرسم والموسيقى، طيب اشتغلت معي الآلة، لكن طلبوا مني أني أروح للعداد الكهرب عشان أشغلها بعدين أرجع، يعني في كذا شغلة بسويها، وما سووا هالحركة هذه اللي بتجي فجأة. بسم الله بسم الله، هنا عداد الكهرب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا عداد الكهرب، نشغل العداد. لحظة، ليكون ذاك اللي في بالي، لأن في واحد في 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 مكان في كهرباء، بس ما أدري هل راح نستخدمه أو لا، ما أدري. بس دقيقة، يمكن الآلة اللي يقصدونها ديك اللي شو اسمه، لا إله إلا الله، اللي وين كانها يا ربي، اللي أتوقع في غرفة السينما اللي لقينا فيها دمية بندي. طبعا يا جماعة راح تلاحظون في الحلقة الأولى من قوة الخوف إني ما أركز، إن مثلا زي يوم إني لقيت مفك البراغي جوا صدر بندق، من الأول أصلا هو كنت أمر من عنده، بس من الروعة ما انتبهت، كنت أحسب إن هذا عظامة، ما كنت تدري إنه مفك البراغي. يعني لا تلوموني لو ما ركزت في بعض الأشياء أو ما انتبهت، يعني لأنه يكون على أعصابي وكذا. طبعا من هنا الآلة هذيك، هذه الفجعة حقت أمس. أيوة، إيش في صديق؟ شفتوا الباب تقفل؟ هذا أمس لما فتحت طلعت منه بنر حق بندي واللي فجعني. لا يكون عدول الألغاز عشان أصيح. معليش أنا ميس جاكسون. Miss Jackson. Oh my God. Oh my God. بسم الله الرحمن الرحيم. يما فجأة قلبي كذا كأنه فقاعة يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة طلت علي. أنا أقول يا ربي ليش الباب مقفل اللي أمس فتحته وطلع منه البنر هذا اللي تو طلع علي يوم إني أنفجع. ما أقدر أفتح الحين مقفل، وذي طلعت لي فجعتني. الله ياخذ العدو. اوكي بنندس. لا وتضحك بعد، سمعت صوت الضحكة. بسم الله يا ربي، خايفة، ما ودي اروح اخاف انجلد. ايه لا هذا امس فتحنا. بس لحظة، في علبة حبر هنا واخدتها. يا ربي، اوه ماي، هذا اللي هو تو طل علي. والله يا خوفي بس ان جوي ذا راعي الشركة هو اللي قاعد يستظرف. يما أيوة، حركات رقص ديزني ذا يروعني. أيوة هذا اللي كنت بيفتحه. أوه لا لا، وش سويت؟ أوه ماي جاد، وش سويت يا جماعة؟ ايش سويت؟ يا ويل حالي.
بس 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 وقف. Oh my god القبعة. يما يما يما. بسم الله يما. Turn on the ionic machine. اوكي اوكي. يقول يلا شغلي آلة المشين. خايفة خايفة. اوكي. خفت انه بندق بعد قام حركاتهم. يلا يلا افتح. ايش صار؟ اوه ماي جاد الوضع قلب ظلام. طيب ايش اسوي؟ ايش طيب ايش اسوي؟ ربي خايفة. لحظة اروح عند بندق يمكن. خايفة خايفة خايفة. هذا بعد قفل مع انه كان مفتوح قبل. وهذا تسكر الباب. في بيبان تسكرت على كيفها وانا ما سكرتها. ايوة ما شاء الله من هذا اللي جاء سكر الباب. Oh my god, run, run! Hang on for your life! What are you? Oh my god, they're coming, they're coming! Oh my god, 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 oh my god! What are you? Oh my god! Absur, absur, atla! Oh my god, drain the ionic. اوه يا ربي. لحظة 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 خليني استوعب يا جماعة. اوه ماي جاد يعني انا الحين سويت اكبر غلط اني فتحت علبة الحبر. لان الحين كاتبين اتوقع اجفف الحبر. اتوقع مكتوب تجفيف. ما ادري ايش معنى درين بس بترجمها واشوف. بس الزبدة ذا مين اللي طلع لي تقول ذا بندي؟ بس بندي يعني الشرير. يما يروع له وبعد حط فيونكه بعد. يما يما خرشني. اخ يا قلبي اخ. بعذره اجد ذا جوي المريض مسوي كميه كبيره من الحبر. لان شفته هو يوم جاي لاحقني كذا يصب منه حبر كثير. الحين طلبوا مني ايش قالوا؟ اي طلع صح هلا يا جماعه اجفف الحبر او زي يعني ادور طريقة اني استنزف فيها الحبر. ايه. اوه ماي جاد وات ذا هيل يا جماعة يروع. اوكي هنا في مسجل ثاني اسمه توماس كانو. بترجم لكم طبعا اصبروا. اوكي الحين بترجم لكم وبرجع. طبعا يا جماعة حاولت ارتب الكلام واخذ الزبدة منه لان الله هديهم لما ترجمت بالعربي مرة حوسة. اللي يتكلم هذا في المسجل اسمه توماس كانور اتوقع كذا. يقول ان المكان مرة ظلام وبارد وشفتوا الجو لما يكون رطوبة لدرجة ان يدينكم تصير تتلصق. تعرفون الجو اللي يصير كذا مقرف. فهو قاعد يشرح الوضع تمام. فهو وضع زي كذا انه رطوبة وهذه الاشياء.
ويقول انه اتوقع يتكلم عن بندي اذا ماني غلطانه او عن الوحش ما ندري احنا هو بندي ولا وحش ثاني. يقول انه هو يتخبى ورا كل جدار تمام. بعدين قال ايش I swear this god forsaken ما ادري شو ايونيك از كلير اب ايه انه يقول ان المشين حقت الحبر وكذا وانها واصله لين ركبتي ان الحبر مره مرتفع يعني مره مليان صاير كانه بحر نفس اللي صار لنا تو. بعدين يقول ايه يقول ان اسوا شيء في الموضوع ان اصوات المشين كذا كانها صوت كلب قاعد يحتضر ان الاصوات يعني مره مرعبه وهذا وزبدة الكلام. اخر شيء قال ان انا يعني زي اللي اراهن اني ما عاد بشتغل عندهم مره ثانيه وما راح اسوي اي شيء اللي السيد جوي دريو اللي هو راعي الاستوديو هذا لانه واضح انه صار شيء مره يخوف فهو يعني سحب على الشركه لانه شفت وش قال. قال انه في شيء ورا كل الجدران وهو اللي يتحكم وهو اللي يصدر اصوات وما ادري وشو. بس انا اتوقع قصده مليون بالميه يتكلم عن بندي لانه بندي هي اللي متخبيه ورا البنر وتحركهم زي ما صار معنا تو وانصرعنا. الشيء الثاني لما اضغط ستارت يا جماعه اثاري يطلع لي ايش الاوبجكتيف المطلوب مني اللي هو drain the ionic بعدين find and turn the valves اتوقع اللي هو ابحث عن الصمامات واغلقها او ادرها. فاحنا الحين سكرنا الصمامات اتوقع يقصدون اللي فوق يعني بس المشكله اللي فوق هذا مكسور الزبده. هذه الصمامات حنا قفلناها اتوقع ندور على الصمامات الثانيات يمكن. Oh my god طيب ما في كشاف شيء. Oh my god اللي يشوف ذا الحبر يقول دم. ايش دانسر ابي مكتوب دانسر من الرعب مكتوب دانجر ايش كيب اوت انه خطر ابتعد او شيء زي ابعد بعيد. Oh my god يا الحبر. طبعا احنا كنا بنطلع من باب الخروج شفتوا بس انخسفت فين الارض وطحت مسكين يعني كل زق الحين هنا لي. والله الحبر إيه يعني صح علي نبحث عن الصمامات الثانيات. خايفة الله قلبي يرقع. طب حرام عليهم على الأقل يحطون كشاف شيء. والمشكلة أنا ما أدري كم صمامة سكرة الحين هذا ثالث صمام سكرة. أوكي استل باقي صمامات قعدت أشوف الأوبجكت إذا تغيرت وكذا. أي خلاص clear a new path. لحظة clear a new path بعدين an x my come in handy. ما فهمت في شيء انظفة بس ما ادري شو ما ادري هل قصدهم في باث حمام وتب كرامة. Oh my god ايش the creator lied to us. اوه ايوه الحين اهفش روسهم. This will definitely come in handy. ايوه شفتوا اتاك معناته شكله في احد بيجي واتقاتل معه او قصدهم اني اكسر هذه الاشياء. الزبدة مكتوب ان المصمم اللي هو راعي الاستوديو شكله يقصدون اتوقع انهم قصدهم جوي لانه هو البيج بوس حقهم كاتبين عنه انه كذب علينا او شيء زي كذا. لان لو في غلط في الترجمة راح اكتب لكم كلام يعني اذا ترجمته صح ما راح اعدل شيء يعني. Oh my god الوضع ما في استهبال. بسم الله تقول اخذ هذا معي يا الله يا رب اخذه معي.
ما اقدر. شمعة على البي كشاف. بسم الله بسم الله. اوه لورد، ايوه قايلت لكم الوضع طقوس وخبال. اجل ديمون دانسينج. اوه ماي جاد، طب الوضع ليش كذا يهتزوا في توابيت؟ اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا جماعه، شكلها بنتي مسكني، لان شفت شكله صاير نحيف، نفس الوحش اللي لحقني، فطلع صح لي بنتي الا. اوه ماي جاد شكله يخوف. اوكي اندعسنا. اوكي تشابتر 2 حلو. The old song. My head, what happened? What happened? Google. Oh my god. اتوقع بندي دعسة. Press on. See if I can find a way out. اوكي. هنري يقول يقول find a new exit. ان ندور على مخرج يطلع من ذا المكان المشؤوم. شفتوا لما دخلت انا جوا هذه كذا صار زي الذكريات، فالوضع يعني فيه يعني اشياء يعني تخوف صايره، وغير كذا المكان كان يهتز، فاتوقع يمكن بندي هو اللي جاء وكفخ هنري وطاح يعني اغمى عليه. بس والله الوضع يا جماعه بدا يصير حماس، والحلو بالموضوع ان الحين دخلنا تشابتر 2 اسمه اولد سونج، الاغنيه القديمه. لحظه، ليه يكون الاغنيه القديمه اللي هي يتكلمون عن ذي اللي هي ذا دانسينج ديمو ديمون اللي هو الشيطان الراقص او شيء زي كذا. بسم الله. ايوه يا الظلمه، هذا اللي ناقص لنا. يما ايش في؟ ايوه لا، وبندي في القدام يعني في المقدمه عشان ترحب فينا. شفتوا عاد الكلمه مره ثانيه، هي ويل سيت اس فري، انه هو بيحررنا. لحظه احنا رجعنا ولا لا؟ لا لا، مكان جديد. خذ الحبر، مع انه ما ادري ايش فايدة الحبر. انا وش ذا الخرابيط؟ اوه ماي جاد، يقول انه كان المكان بدا يصير كبير. اوكي هنا في مسجل، بس قبل لا اخذ المسجل وش وضع بندي هذه اللي هنا عليها طقوس؟ لا لا كدينا خير. ايش مكتوب؟ train trouble، وهنا عديت كهرب بشكل مطفي. بس قبل لا اروح هنا ابغى اسمع المسجل، وهنا برضو في عدات كهرب. قاعد يروح بالارض. اسمه سامي هذا. لا يكون قاعد يسوي طقوس عشان يحرك الدنيا، يحرك الرسمة بندي. I said, can I get an amen? Oh my god. يما ورا صوته فجأة صار قريب. إيه شفتوا؟ ولا معصب يقول انا ابغى اسمعك تقول له قول امين. هم يعني زي احنا لما نقول دعاء نقول امين وكذا، عرفتوا؟ فهو قاعد يدعي ويسوي طقوس، وبعدين اخر شيء قال ايمن او زي امين وكذا، انه يبغى اللعبه الدميه ايش اسمها قصدي بندي تتحرك وكذا. او ماي جاد مريض. بس لحظه خليني بترجم الكلام عشان نفهم. طبعا يا جماعة زبدة الكلام من الفويس هذا، الشخص هذا اسمه زي اسمه سامي اتوقع اذا ماني غلطانة، ان شاء الله نطقي صح. المهم يتكلم ويقول عن اشياء انه هو قاعد يسوي زي طقوس طيب، وانه زي اللي حط اغاني قديمة، والاغاني هذه هي اللي تجيب بندي اللي هي في الصورة هذه اللي هي شخصية بندي دي. الاغاني هذه القديمة هي اللي راح تجيب بندي عشان انه زي اللي
زي اللي يسمونه تحمي سامي، عرفتوا؟ وانه قاعد يقول طلاسم زي الحبر في الظلام وما ادري ايش الزبده، زبده الفويس هذا او المسجل او التسجيل الصوتي قصدي، انه قاعد يسوي طقوس وانه هو شكله ضحى بنفسه او شيء عشان بنتي. هذا زبده الكلام يعني، هذا اللي فهمته صراحه. اجل لحظه، مدام هو اللي قاعد يسوي ذي الطقوس الخرابيط دي، يمكن هو اللي تو ضربنا وطحنا على الارض يوم قال راسي، يوم هن اللي يقول راسي يعورني. بسم الله، لان اشوفه حاط طقوس وخرابيط. او ماي جاد، الممر هذا صدقوني بيصير فيه شيء. بسم الله، جهز سلاحك. Hello. Excuse me. Can you help me? والله اني داريا. Where the hell did he go? جد اختفى. شفتوا؟ طلع انسان بس انه قاعد يتنكر بملابس بنتي. مريض سايكوباث وربي. يعني صح اللي هو اللي تو ضربنا يوم طحنا على الارض. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Okay. أتوقع هذه بوابة. يقول لنا إيه. يقول لنا يحتاج كهرباء. هذه هي. إيش في؟ ليكون أرجع. لأنه كان في علبتين، لأنه كان في عددين كهرب مطفيين. إيش فينا متكلج من الرعاة؟ لحظة. أهم شيء أنا معي فاسي عشان أي استظراف كف. أوكي، هذه هي الكهرباء. لحظة، خليني أوخر الحبر. تستهبل. ايش فيه؟ ليكون ارجع. او ماي جاد، الاصوات بحد ذاتها تجيب صرع. والله اني قايلته. شوفوا هنا ثلاث لمبات، انا فتحت اللمبه الاولى، اللمبتين الباقيات ارجع. مو انا قلت لكم عند الفويس او المسجل الصوتي مو كان عنده عدادين وكانوا مقفلين؟ او ماي جاد، جهز سلاحس. ايوه هذا العداد، تمام. اوكي، الوضع في تطور. ايوه الحين فتحت البوابة. واه، ليكون هذه آلة المشين. سمعتك، اطلع. وينك؟ يقول انه هنا مرة ظلام. سمعت واحد كذا يشهق. او ماي جاد، طيب لو سمحتوا نبغى آلة حفظ، يعني ترى ما كنكم وسختوها. والله ما يندرى. وبعدين اوفر لحط الفويس هذا مسجلات. سمعت صوت. المهم سمعت المسجلات الفويس هذه، لاحظت انهم مكثرينها مره في هالتشابتر. او ماي جاد يا الظلمه. ايه هيا اني بدخل هنا. وهنا في درج، يا ويل حالي. خلينا نسمع ذا الفويس يلا. هذا نفسه سامي يتكلم. Joey's solution, an ink pump to drain it periodically. Now I have this ugly pump switch right in my office. People in and out all day. Thanks, Joey. Just what I needed. More
اوكي لحظه بترجم وارجع لكم. يا جماعه طلعت الترجمه، ان شاء الله اني اجيبها صح وبعطيكم الزبده عشان ما يلحس مخكم. يتكلم سامي، هذا هو نفسه اللي طلع لنا تو قاعد يمشي، يقول يقوم جوي بتثبيت آلة الحبر فوق رؤوسنا، ثم تبدأ الآلة في التسرب 3 مرات في الشهر الماضي. بعدين يقول إن حتى لم نتمكن من الخروج من قسمنا بسبب إن الحبر غمر بئر السلة، إنه ما خلاهم يطلعون بسبب إن الحبر خلاه يعني امتلى، صار زي البحر، عرفتوا؟ زي اللي قاعد يصير لنا الحين تو. وبعدين يقول إيش حل جوي؟ إنه سوى مضخة حبر كبيرة عشان يصير فيها تصريف بشكل دوري. وآخر شيء كاتب الآن لدي مفتاح المضخة القبيح في مكتبي، اللي هو نفسه المضخة اللي سواها جوي عشان يصرف الحبر، عرفتوا؟ وبعدين كاتب الناس يدخلون ويخرجون طوال اليوم، شكرا جوي، فقط ما أحتاجه المزيد من الإلهاءات، هذه الأغاني الكرتونية الغبية لا تكتب نفسها كما تعلم. ما أدري إن هذا الكلام، ما أدري يعني كني زي اللي يعني زي اللي يمكن يعاتب جوي ان احنا نكرف وكذا، ومو يعني مو ببلاش، يعني اتوقع هذا قصده. بس الزبدة ان اللي فهمناه من الكلام ان في ايش يسمونه، وش قال، اي ان مفتاح المضخة الكبير هذا حق الحبر في مكتب سامي، فعاد سامي ذا ما ندري وين مكتبه، فندور. تقون وين اروح؟ ايوه هذه شخصيه جديده، بندي ان مدري وشو، سنت فروم ابوف وذ اليس انجل، مدري ايش معناها، ما ادري هل ارقى ولا انزل، مره خايفه. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. اوكي يا جماعه الاكزيت، بس الاكزيت عنده حبر، يقول لازم اجففه او يعني زي اللي اصرف الحبر نفس ما يسوون اللي هو حق المضخه، عرفتوا؟ عشان اقدر انحاش. اجل معناته نرقى، لحظه، معناته نرقى هنا فوق. انا هذا فتحته، جربت افتحه ولا لا؟ اي مقفل. اجل معناته نرقى فوق، الله يستر علينا ويحفظنا. أخاف هذا مكتب سامي. أوفر التسجيلات الصوتية، أوفر مكثرينها. إيش بعد؟ هذا واحد جديد اسمه نورمان فولك. فولك. كيف بترجم كالعادة وبرجع لكم. الترجمة يا جماعة يقول كل يوم نفس الشيء الغريب يحدث، سأكون هنا في مكتبي والفرقة سوف تتأرجح، وفجأة سامي لورنس اللي هو نفس الشخص اللي كان يكلم هنري اللي مر من قدامنا ولونه أسود ولابس زي قناع بندي، تمام، هو نفسه هذا سامي، يأتي فقط يسير ويغلق كل شيء للأسفل ويخبرنا جميعا الانتظار في القاعة. يعني شكا فيه مصايب تصير، فهو زي اللي يعني ممكن هو المشرف حقهم. بعدين يقول ثم أسمعه يبدأ جهاز العرض وأنطلق من كشك جهاز العرض نزولا إلى استوديو التسجيل. يقصد في كشك جهاز العرض اللي هو مكتب اللي حنا فيه، إنه شكله زي الكشك كثر ما هو صغير. طيب وينزلون لاستوديو التسجيل. بعدين يقول كان الشيطان نفسه يطارد من وراءه بعد بضع ثوانٍ. اتوقع يقصد ان
إن لورنس وراء زي اللي وراه كان في شيطان وكذا، يمكن إنه هو اللي يتحكم فيه. بعدين بدأ جهاز العرض ينطفئ، لكن سامي لا يفعل إيش؟ لا يفعل مدري، لا يخرج لفترة طويلة. إن إذا 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 انطفى العرض يعني إن سامي ما له حس، يعني هذا كلام نورمان اللي يقوله. بعدين يقول هذا الرجل غريب ومجنون، يقصد سامي إنه مرة مجنون وسايكوباث. بعدين يقول لديه نصف عقل للتحدث مع السيد درو. طبعا أنا قلت إن راح الشركة اسمه جوي دريو، غلط، مو اسمه دريو، اسمه درو، يعني اسم العائل حقته درو. المهم إنه يقول إنه يتكلم عن سامي، إن نورمان هذا يتكلم عن سامي إنه واحد مرة مو بصاحي ويعني غير متزن عقليا عشان يتكلم مع السيد درو. فيقول هل أعترف للسيد درو ولا يعني زي أسكت وكذا، فما يدري وش يسوي. وبس هذا كان زبدة الكلام، مع أن الكلام مرة حوسة ومرة صدعت صراحة، الله يهديهم مو واضحين. المهم هكمل. أيوة، لا يتهيألي خفت، السلم قفل. يعني هنا الدرج فوق ما في شيء، مجرد بس المكتب حق نورمان، وهنا المخرج مقفل. لازم أوخر الحبر عشان أطلع. خلي بنزل، أنا ما جربت أنزل تحت أفتح باب الخروج، يمكن يضبط. مقفل. طيب ماني فاهمة إيش. أيوة هنا فتحنا شو يسمونه الإضاءة. واو، الحبر صاير كأنه زق. يموت. او ماي جاد، ابعد عني يما. او ماي جاد، ايش في ايش في، ابعد عني، جعلك الشلل. او ماي جاد، بموت بموت بموت. او ماي جاد، ابعد عني. Oh my god، يا الرعب النفسي. لا وشغل اغنية يعني عشان يرتاحون. ايوة افتحوا لي الشتر. يما تكفون، ابغى غرفة حفظ لاني تعبت صراحة. ايوة بيانو. لا ما ينكسر. غرفة سينما. او ماي جاد، مرة معبى حبر، ما اقدر امر. يا جماعة الدقة تخوف، ريكوردينج قاعد يسجل. ايوة هذه غرفة التسجيل. او ماي جاد. طيب سؤال، طفت الأغنية بعد هنا؟ لا حول الله. أوفر أوفر تسجيلات الصوت اللي موجودة. يما قاعد أجرب أنا بس إيش في. أيوة عاشوا. يلا بس خلنا نسمع تسجيل صوتي. اوكي هذه بنوتها، بنت هذه اسمها سوزي صح؟ اسمها سوزي كامبل. قاعدة تتكلم عن شخصية ان هي تأدي صوتها، تقول اول مرة أدي شخصية احس اني يعني على وفاق معاها وكذا، او زي اللي بمعنى ان زي اللي ضابطة شخصية، هذا قصدها. بس برضو خلي بترجم لكم الكلام الباقي. طبعا يا جماعة طلعت الترجمة
ان هذه شخصيه جديده، بس شخصيه انثويه. طيب اسمها أليس الراقصه او شيء زي كذا. اتوقع اللي صورتها تو شفناها، اللي قلت هذه شخصيه جديده. طيب المهم ان اللي تأدي صوتها اسمها سوزي. طيب وتقول ان هذا ثاني شهر لي في العمل عند جوي درو، ان هذا ثاني شهر لها تشتغل مع جوي درو. وتقول ان مره حبيت المكان، وان حتى الناس حبوا صوتي او حبوا شخصيه اليس، عرفتوا اليس الملاك اسمها. طيب وبرضو لورانس هذا اللي هو السايكو اللي تو يقول لها ان حتى شخصيه اليس ممكن تكون مشهوره زي شخصيه بندي، ان بسبب ان الناس حبوها وكذا، عرفتوا. وبس وتقول ان اخر شيء انه يعني زي اللي يعني عندها اشياء بتسويها وكذا يعني. وطبعا لا ننسى انها قالت اني احس اني زي بالاتصال لما مع الشخصيه، اني من كثر ما احبها صرت كاني انا وياها شخص واحد، عرفتوا، من كثر ما حبت الشخصيه هي. فيا هذا زبده الكلام، وهذا شكل المكاكه تسجل فيه. اوكي يعني خلنا نطلع الحين ما في شيء، لان هذا الشتر مسكر. تكفون ابي حفظ. اوكي هذه الديزاين، بموت يا جماعه. قاعد يرسمون بنتي في حالاتها، يعني اذا مثلا هي معصبه ولا زعلانه ولا فرحانه، بس شوفوا حتى هي يعني في كل حالاتها مبتسمه، ما يعني سواء كانت معصبه اللي هو انجري ولا هابي، عرفت، ولا ساد حزن. وش الرعب الارض. اوكي حبر. طيب الغرفة هذه ما فيها شيء. لحظة هذا وشو؟ ما أدري، هذا كأنها رسائل. أخيرا يا شيخ. Watching in. لحظة احتياط صراحة ما أضمن. Better get overtime for this. أوكي حفظنا. ما أدري يا جماعة هل أوقف ولا لا، أنا أحس إني صدق طولت وتعبت مرة. يوم شكل well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing, maybe I can get in. وبعد في تسجيل هنا. الزبدة هنا اللي يقول إن في شيء يسويه عشان يسكر هذا، وإن زي اللي يقدر يمر أو شيء زي كذا. أتوقع هذاك يمكن نفتحه. بس الزبدة أنا راح أوقف لين هنا. بس لحظة قبل لا أوقف. Oh my God! هذا الأوفيس حق سامي السايكو. مو حنا قلنا في الترجمة ان سامي قال ان عنده المفتاح حق شو يسمونه، حق الآلة المشين، مدري وش زبد، انه مدري وش آلته، بس انه عنده مفتاحه والآلة هذه مهمة. فهذا هو مكتبه، ناخذ منه المفتاح. اتوقع يمكن هذاك الشيء اللي نفتح يكون هو المفتاح. بس والله الوضع مرة صار حماس يا جماعة. وقبل شوي هنا اللي يتكلم يقول يبغى يسكر هذه عشان يمديه يدخل من هنا. طبعا التسجيل بسحب عليه لان خلاص بوقف لين هنا، ومرة تعبت. انتم اكتبوا لي تحت بالكومنتات ايش رايكم في يعني احداث الحلقة هذه اللي هي الحلقة الثانية، وايش تتوقعون بصير بعدين. احس بصير مرة اشياء حماس. فقبل لا ننتهي لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير للمقطع. مع السلامة واشوفكم في الحلقة الثالثة بإذن الله. باي باي.